وكما حاصرته الشائعات وهو لاعب، حاصرته أيضاً وهو رئيس للأهلي. فهو الدكتاتور الذي يدير النادي الأهلي بقرارات منفردة، وهو الذي يدير النادي من خارج مصر بالتليفون. لكن صالح لم يكن هذا ولا ذاك. هو كابتن صالح في مجلس الإدارة كان يعني كل الناس كانت بتتكلم، وبعدين هو يقول رأيه، يقول لك أنا مش هقول أي رأي في الكلام اللي أنا بقوله غير لما تقولوا أنت، وبعدين أنا هقول رأيي. كان يطلب إرجاء أي موضوع عندما يشعر أن رأيه سيكون هو الرأي الحاسم، وإعطاء الفرصة لمزيد من المناقشات حتى لا يصبح هو الرأي المرجح. كان يقولوا ده دايما مسافر برا مصر، بياخد قرارات ازاي؟ قال الله، هو القرارات صالح سليم اللي بياخدها ولا مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي بياخد القرارات؟ الناس فاهمة ان انا كرئيس نادي مطلوب مني امسك خرزانة واقف في الحوش ادير النادي. ده مفهوم غلط جدا للإدارة. انا كرئيس مجلس إدارة مع مجلس الإدارة بنحط سياسات وبنطلع قرارات، وفي إدارة تنفيذية بتديرها. الوتر اللي هو بيضرب عليه انا ببقى خلاص حفظته، حفظت ان انا هعمل كذا وهعمل كذا زي مجرد ما بيوصل لعينيا. ما كانش في قرار بيطلع من خارج الغرفة، ما يعرفوش مين صوت مع ايه وضد ايه، كان القرار هو قرار مجلس إدارة الأهلي. في واقعة إبراهيم سعيد بعد ما هرب وراح بلجيكا والأهلي استعاده عن طريق الفيفا، كان تصويت مجلس الإدارة داخل الجلسة على انه الاستمرار اللاعب مع النادي لنهاية الموسم وعرضه للبيع والحفاظ على حقوق النادي المالية حتى لا ينتقل لنادي آخر مجانا، رغم انه ناس كتيرة كانت تعرف أنه رأي صالح سليم ما كانش كده، لكن كان أشد المدافعين عن قرار مجلس الإدارة وأشد المتمسكين به مع اختلافه عليه. كان مجرد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة يخرج صالح سليم ويجلس في التراس لكي يعود كمجرد عضو جمعية عمومية من أعضاء النادي الأهلي. أول رئيس نادي يرفض أنه يبقى له مكتب في النادي. لا يتدخل رئيس النادي في عمل الموظف اللي قاعد على البوابة. صالح سليم رايح النادي فنسي الكارنيه، فجاء يخش ففي موظف جديد على البوابة ما عرفوش، كان بقاله يومين بس، فصالح دخل استنى حط ايده كده قاله كارنيه، فعمل كده صالح راح راجع تاني، فنادى كان السواق بتاعه اسمه ايمن، فكان لسه كان واقف بالعربية قال له ايمن هات لي المحفظة، فراح مطلع الكارنيه للموظف اللي على الباب وفرد الامن، فعمل له كده وحطه في جيبه. عمره في حياته ما كان يقبل انه حد يجي يكلمه في قضايا مسؤول منها حد تاني جوه النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي بيختار المسؤولين بتوعه ويعطيهم كامل المسؤوليه لانهم بيتحملوا كامل النتائج. بره مجلس الاداره حدش يجي يتكلم معاه، يعتذر العضو ما يجي يشتكيله يقول له عندك انت مدير النادي روح له روح له، لا ما انت جاي تشتكي انا عضو انا عضو زيك انت ما تجيش تشتكي لي، انا ما تبقى في شكوى تروح لمدير النادي، مدير النادي هيعرض على المجلس الاداره. كابتن صالح دخل مره جاي من بعيد وبعدين سمع خناقه على الباب، ولما قرب سامع واحد بيقول اهو كابتن مايسترو عرفت كابتن صالح عرفت، فلقط كان في حد جاء من غير كارنيه، عمل ايه المسافه يمكن 10 15 متر، راح مد ايده في جيب القميص ومطلع الكارنيه وراه للموظف اللي عليه مشكله وحطه ومشي من غير ما يقول ولا كلمه. هنا القياده بالقدوه. كان الانعكاس الواقعي لمن يكتب دستور الاهلي غير المكتوب.